بنعبدك ونصوم ونصلي يا ربي يا منعم يا كريم، وطمعانين في رضاك وبندعي تكون علينا بقلب سليم، محب للخير صافي وراضي من الخطايا معافى سليم، في العسر بيزيد صبره ويشكر وفي يسر ليك بيزيد تسليم. ولو في يوم قصرنا في شكرك وانشغلنا يوم عن ذكرك، بنعيم علينا بنعمة عفوك برحمتك يا غفور يا رحيم. أهلا بحضراتكم وأسعد الله أوقاتكم بكل ما في هذه الأيام من خيرات ورحمات ونفحات، من أيام الرحمة إلى أيام المغفرة إلى أيام العتق من النار، وكلها خيرات وكلها نفحات. إذا أصابتنا نفحة واحدة لا نشقى بعدها أبدا، هكذا بشرنا سيدنا صلى الله عليه وسلم، وسيدنا دائما يبشرنا ليأخذ بأيدينا إلى الله سبحانه وتعالى. اسمحوا لي في بداية هذه الحلقة والتي نلتقي فيها دائما بوجه طليق وبقلب سليم، الداعي الإسلامي مصطفى العكريشي، أرحب بك. حياك الله وبياك في هذه الحلقة، ودائما نبدأ بالبسملة وبالصلاة على سيدنا صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة وأزكى السلام. بسم الله، الحمد لله الذي لا يقال لأحد سواه يا الله، أطلب بطاعته رضاه فإنه بالجود يعطي السائلين رضاه، هو أعظم من عبد وأكرم من قصد، والذي عرف بالدليل وبالدليل عبد، تفضل بنواله قبل سؤاله، فهو الذي لا ينكر قبل الخلق وجوده سبحانه وتعالى، يعز من أطاعه واتقاه، يذل من أعرض عنه وعصاه، لا مخفي لما أبداه ولا مبدي لما أخفاه، أمن يجيب المضطر إذا دعاه، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. والصلاة والسلام الأتمان الأكرمان الأزهران الأعطران على سيدنا رسول الله. يا آل طه لنا في حيكم قمر، له الحصى ناطق والبدر منقسم، طه البشير وله أسماء أربعة، محمد أحمد هادي ومعتصم، وله على وجنتي خديه أربعة، المسك والياسمين ثم الآس والعنم، وانطقت لرسول الله أربعة، الضب والظبي والثعبان والصنم، وآمنت برسول الله أربعة، الإنس والجن ثم العرب والعجم، صلى على خير خلق الله أربعة، العرش والكرسي ثم اللوح والقلم، لولاه ما كان في الإسلام أربعة، حج ومنن ثم بيت الله والحرم. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد الحبيب الشفيع الرؤوف الرحيم، الذي أخبر عن ربه الكريم أن له في كل نفس 100,000 فرج قريب، وعلى آله وسلم صلى الله عليه وسلم. في أيام العتق من النار، نعم، من هم أهل العتق من النار؟ الله، سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يبشرنا جميعا في شهر رمضان كله، معلش بس هبين حاجة، شهر رمضان، لأن في بعض التعليقات رمضان ممنوع من الصرف، يعني ممنوع من التنوين، مجرور بالفتحة، مجرور بالفتحة، لأن ممنوع من الصرف بيجر بالفتحة، لأن في بعض السادة المشاهدين قالوا أنتوا بتقولوا ليه شهر رمضان، بقول لهم هي في القرآن كده برضو، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، فتبين بس، يعني شيء بالشيء يذكر يعني، تمام. فسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول إيه بقى في رمضان كله؟ في كل يوم وليلة لله عتقاء من النار، اللهم أعتق رقابنا من النار ورقاب طوال الشهر، طوال الشهر، أيوة، في كل يوم وليلة، كل يوم وليلة لربنا سبحانه وتعالى عتقاء من النار، اللهم أعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وكل من له حق علينا يا رب العالمين من النار. عشان كده نلاقي برضو أهل العرفان وأهل الصلاح دايما يقول لك خلي لك ورد دايما كده، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، اللهم قنا عذاب النار وأعتق رقابنا يا رب من النار. كل واحد فينا لازم يا أستاذ حسن يتعرض لنفحات هذا الشهر، ربنا سبحانه وتعالى جعل نفحات، وقال إن لربكم في أيام دهركم لنفحات ألا فتعرضوا لها لعل أحدكم أن تصيبه نفحة واحدة 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 فلا يشقى بعدها أبدا، فلا يشقى بعدها أبدا. بس إيه بقى؟
أنا الحديث الجميل ده اللي لفت نظري كله جماله وعظمته من سيدنا النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، بس كلمة إيه؟ فتعرضوا. يعني سيدنا بيقول لك تعرض، خليك في مهب هذا الريح. أيوه، خليك في يعني مواجه للخير اللي جاي، للنسيم اللي جاي. اشتم هذا النسيم، الله، هذا النسيم العليل، او يعني في من 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 اول ما توقف قدامه هتبعد عنه مش هتشمه. ايوه، فخليك تواجه هذه النفحات. يعني اردت ان او اردنا ان يكون المشهد يعني واضح قدام الساده المشاهدين والساده محبي الخير. نستحضر المشهد، نستحضر المشهد اللي بيقوله سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. ازاي بقى؟ ادي النفحات الحلوه اقول لحضرتك. اولا بطاعه الله سبحانه وتعالى، تقرب لربنا في كل ساعه بالطاعه. طاعات بقى بفضل الله، عدد يا استاذ حسن، عدد. سيدنا حكيم ابن حزام، سيدنا حكيم ابن حزام، سيدنا حكيم ابن حزام ده احد صحابة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وقريب ستنا ام المؤمنين السيدة خديجة رضوان الله عليها. توسلنا بالحبابة والبتول المستطابة والنبي ثم الصحابة فعسى دعوة مجابة. اللهم امين يا رب العالمين. والحبابة هي السيدة خديجة عليها السلام. امين يا رب. سيدة خديجة اللي ربنا سبحانه وتعالى أرسل سيدنا جبريل وقال لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم أقرئ خديجة منا السلام وبشرها بقصر في الجنة، بقصر من قصب لا صخب فيه ولا وصب، مش القصب اللي احنا بنمص، لا، قصب اللي هو اللؤلؤ المجوف. ده الحاجات الحلوة بقى والجمال كله الذي أعده رب البشر للبشر سبحانه وتعالى. والله لا يخزيك الله أبدا، فإنك تصل الرحم، نعم، وتصدق الحديث، نعم، وتحمل الكلة، وتقري الضيف، نعم، وتعين على نوائب الحق، نعم. يعني هذه صنائع المعروف التي تقي مصارع السوء. الله، يعني روشتة كده، يعني كل واحد يخليها برنامج عمل. أيوة، اللي يقدر يعني يعمل من كل هذه الأعمال أفعال الخير، يعملها كلها، يعني هتقيك مصارع السوء. طبعا بفضل الله عز وجل. روشتات حلوة هي بقى، والنهاردة جايب لهم وصية جميلة من المنبع. طبعا، من سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. هو يعني الفطرة السليمة التي أرادها الله للإنسانية جمعاء، صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وتمثلت فيه كل الأخلاق الحميدة وكل الأخلاق العالية التي أرادها الله سبحانه وتعالى. وإنك لعلى خلق عظيم. اللهم صل وسلم صلى الله عليه وسلم. عشان صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد الحبيب، عدد من شرب الماء ورضع الحليب، نصر من الله وفتح قريب. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم. عشان كده نلاقي سيدنا حكيم ابن حزام ده تبقى عمته السيدة خديجة، ابن أخوها. سيدنا حكيم ابن حزام جه يا أستاذ حسن في يوم عرفة، في يوم عرفة، ويوم عرفة ده كله نفحات، ربنا سبحانه وتعالى بيعتق فيه الرقاب من النار. فسيدنا حكيم ابن حزام يعمل ايه؟ رضي الله عنه، جاي احنا عارفين طبعا عشان السادة المشاهدين وعشان معانا الحدث وعشان معانا المشهد. السيدة خديجة كانت من اغنى اغنياء مكة واثرى الاثرياء، وكانت تساند النبي صلى الله عليه وسلم. فاخوها حزام بقى ابنه بقى حكيم، سيدنا حكيم ابن حزام، شوف هيبقى عنده ايه يا استاذ حسن. فهو عارف ان في عتقاء من النار لربنا في يوم ايه؟ عرفة. فجي يعمل ايه سيدنا حكيم ابن حزام؟ جاي وجايب وراه يا استاذ حسن 100 بدنه، يعني جمل، جمل 100 جمل، البدنه اللي هي الجمل. ايوه، يعني 100 ناقه. الله ينور على حضرتك، 100 جمل جايبهم وراه. 100 جمل يعني، تمام، بالمعنى اوسع. تمام، جايب معاه 100 جمل وسحبهم وراه، الله، وجايب معاه كمان 100 عبد، يبقى 100 جمل و100 عبد جايبهم. ده عايز يعمل ايه؟ ووقف وسط الكعبة كده، وقف ورفع يديه الى السماء وقال يا رب، اللهم ان عبيدك هذا قد اعتق هؤلاء لوجهك. 100 عبد كلهم عتقاء، انا اعتقت. يبقى كده بيعمل ايه؟ بيتعرض. اهو بقى هو عارف ان في نفحات في اليوم ده، فبيعمل ايه؟ بيتعرض للنفحات، بيتقرب لربنا سبحانه وتعالى بالعطاء. وادي يا رب 100 بدنة اذبحوها وقطعوها واطعموها للفقراء. شوف الجمال بقى والعظمة، جمع بين اطعام الطعام وبين العتق بفضل الله عز وجل. يعني خليني افتكر مع حضرتك حاجة مهمة جدا. الحجاج بن يوسف الثقفي برغم ما قيل عنه ويقال الا انه على فراش الموت، ماذا كان يقول؟ كان يقول
ويتمثل هذين البيتين: إن الملوك إذا شابت عبيدهم في رقهم اعتقوهم عتق أبرار، وأنت يا سيدي أولى بذا كرما قد شبت في الرق فأعتقني من النار. آمين يا رب، آمين يا رب. شوف المعاني والتوسل، حتى لو كنت، حتى لو ظن الناس بك الظنون السيئة، مش الظنون السيئة، إلا أنك في نهاية المطاف لابد وأن تتعلق بحبال ربك وأن تلوذ إلى حماه. نعم، سيدنا حكيم بن حزام برضه أستاذ حسن لما جمع بين الإيه؟ العتق وبين إطعام الطعام، هو بقى بيتعرض لإيه؟ لنفحات الله في هذا اليوم، وهو يعلم إن اليوم ده لله فيه عتقاء من النار، فيعمل إيه؟ فجه وتقرب إلى الله سبحانه وتعالى. عارف دار الندوة يا أستاذ حسن؟ طبعا، دي كانت موجودة في مكة. طبعا، دي كلها كانت ملك سيدنا حكيم بن حزام، فعمل إيه؟ باعها كلها ووزع ثمنها على الفقراء والمساكين. ألا إن لربكم في أيام دهركم لنفحات، ألا فتعرضوا لها لعل أحدكم أن تصيبه نفحة فلا يشقى بعدها أبدا. اللهم اغمرنا بنفحاتك يا رب العالمين. فاصل قصير ونرجع لحضراتكم. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو، فاعف عنا يا رب العالمين. اللهم اجعلنا من عتقائك من النار. بفكركم دايما أعزائي المشاهدين بعناوين مؤسسة نبض الحياة، وبتظهر دايما على الشاشة قدام حضراتكم، والتليفونات الخاصة بالمؤسسة لاستفسارات لحضراتكم عن مبادرات مؤسسة نبض الحياة اللي في الخير دايما، أي تفاصيل حول هذه المبادرات من خلال الاتصال التليفوني أو التواصل حضراتكم هتعرفوا كل التفاصيل. وخلنا نروح لتقرير معانا دلوقتي ونرجع لحضراتكم. دايما قلوبكم هتدلكم على الخير اللي احنا مع بعض ماشيين فيه مع مؤسسة نبض الحياة. زيارة جديدة كانت لمؤسسة نبض الحياة سعد بها أهالينا في صحراء مطروح. في صحراء مطروح الممتدة من النجيلة والمثاني وبراني والسلوم موجودين، وتحديدا في منطقة الزاوية التابعة لمركز سيدي براني، بنسلم البير التجمعية الجميلة دي بفضل الله سبحانه وتعالى ثم مجهودكم معانا. نبض الحياة قامت بتسليم أكثر من 90 بير، وعشان نبض الحياة دايما بتسعى لمعرفة احتياجات أهالينا هناك، نفذت آبار تجمعية بفكرة جديدة. البير دي يمكن بتفرق في حياة الناس هنا بشكل كبير جدا، عشان كده مؤسسة نبض الحياة استحدثت الشكل اللي حضراتكم شايفينه ده علشان النفع بتاعه يكون أعم وأكتر وأيسر وتسهيلا على أخواتنا وأهلنا هنا. وقدرت إنها تنفذ عدد من الآبار اللي بيتم إنشائها بخزان للمية يتم استخدامه بطريقة أسهل، وبمساهمتكم هنقدر نحقق السعادة لأهالينا في صحراء مطروح. وبإذن ربنا سبحانه وتعالى قبل ما نمشي من هنا وعدنا أخواتنا وأهلنا اللي لسه ما قدرناش ننفذ لهم الآبار إن شاء الله هيبقى لنا عود كريم وعود أحمد بفضل الله سبحانه وتعالى بدفعة جديدة من الآبار. وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. بحفر بير هترفع معاناة وتفوز بثواب الصدقة الجارية. أهلا بحضراتكم. يعني وإحنا بنتكلم وشفنا صنائع المعروف اللي هو أصلها سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، عليه الصلاة والسلام. سيدنا النبي أصل كل معروف وأصل كل حب وأصل كل خير، وإحنا بنشوف التقرير وبنشوف المشاركين واللي بيعملوا، يعني بيخلوا مؤسسة نبض الحياة أو من خلال مؤسسة نبض الحياة بيتم بيتنفذ لهم وتحفر لهم هذه الأبار، ونشوف صنائع المعروف دي هل بيندرج هذه الأعمال تحت هذه الأسماء، ونشوف المسميات والتفاصيل المهمة اللي فيها عشان تبقى برنامج عمل عندنا. حفر الأبار مثلا اللي احنا شفناها دلوقتي في صحراء مطروح واللي هي غاية في الأهمية عند أهالينا وحبايبنا هناك، أنا بسميها نفحة من نفحات الله سبحانه وتعالى. ما أجمل
أن تسقي إنسانا على ظمأ، يسقيك حبيبنا صلى الله عليه وسلم من الرحيق المختوم يوم القيامة. اللهم أوردنا حوضه، اللهم لا تحرمنا من سقي من يد حبيبنا صلى الله عليه وسلم. وإحنا نلاقي يوم القيامة على حوض سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم أناس يسقيهم حبيبنا صلى الله عليه وسلم بيديه. تسوقني سوقا دائما إلى أن نتمثل كل هذه المبشرات والبشريات والبشارات لسيدنا صلى الله عليه وسلم حول كيف نرد على حوضه ونشرب من يده الشريفة شربة هانئة لا نظمأ بعدها أبدا، ونحن في هذه الحياة نذهب إليه ونعود في الغدو والرواح لنروي هذا الظمأ، ثم ما نلبث أن نظمأ مرة أخرى لنروح إليه. واعلموا أن فيكم رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نرد عليه الحوضة. وأذكرك يا نسيم الروح، يقول للرشا لم يزدني الورد إلا عطشا، لي حبيب الحب هو وسط الحشا، إن يشى يمشي على خدي مشى، روحه روحي وروحي روحه، إن يشى شئت وإن شئت يشى. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. وكأني أرى النبي صلى الله عليه وسلم، أعذرني أن المواجيد تأتي عندما تذكر سيدنا صلى الله عليه وسلم. اللهم أحي قلوبنا به، اللهم أحي حياتنا به، اللهم أمين. فلنعش حياتنا ولنحي حياتنا بسيدنا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. عشان كده وكأني أرى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يسقي من سقى الناس، يسقيهم بيديه الشريفتين شربة هنيئة لا يظمؤون بعدها أبدا. ومن الناس من يسقيهم سيدنا عمر، ومن الناس من يسقيهم سيدنا أبو بكر، ومن الناس من يسقيهم سيدنا علي، ومن الناس من يرتفع الكأس إلى فيه فينادي من يسقيني فيسمع، وسقاهم ربهم شرابا طهورا. ده كان المنطلق وكان الدافع لمؤسسة نبض الحياة، مؤسسة رائدة في مجال سقي الماء بفضل من الله عز وجل، أن تنجز آبارا تجميعية لمياه الأمطار هي السبيل الوحيد لأهالينا في صحراء مطروح. صحراء مطروح التي تبعد عن مرسى مطروح ما يقرب من 230 كيلو، في مناطق النجيلة والمثاني وسيدي براني والسلوم، وبنوصل بفضل الله عز وجل إلى الحدود ما بيننا وبين شقيقتنا ليبيا. دي أماكن أولى بالرعاية وأكثر احتياجا، وزي ما الشيخ أحمد ممدوح كان هناك وشفناه في التقرير، بنسلم بير تجميعية لماء الأمطار. يمكن السادة المشاهدين يا أستاذ حسن مش واخدين على الشكل ده، هم واخدين على الشكل التاني. احنا عندنا الشكلين بفضل الله عز وجل في مؤسسة نبض الحياة، الشكلين موجودين، اللي هو الشكل اللي هو الحفرة التجميعية لمياه الأمطار، ومنها بقى اللي هو ببير تخزينية. والبير التخزينية دي والشكل الجميل ده اتعمل بناء على استجابة من أهالينا الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقا، انهم بيقولوا ايه، يسروا علينا الأمر. والحمد لله يعني ناجينا أهالينا المتصدقين، والحمد لله كانت لهم يد السبق، والحمد لله جودوا صدقتهم. جودوها ازاي؟ عملنا بير تجميعية لماء الأمطار ولكن بخزان زي اللي احنا شفناه ده، الخزان الكبير دوت، وبيبقى معاه مطور عشان يطلع المية من تحت اللي هي الحجرة اللي تحت الأرض ديت يا أستاذ حسن. بيتراوح المية اللي فيها ديت ما بين 50 متر مكعب إلى 100 متر مكعب، إلى بعض الآبار بتوصل ل 120 متر مكعب، وده على أرض الواقع. كان أكبر رقم وصلنا له 119 متر مكعب، لكن بفضل الله عز وجل وصلنا ل 120، يعني كبرنا متر، 120 متر مكعب. اللهم لك الحمد والشكر. طب ده بيتوقف على إيه يا أستاذ حسن؟ ده بيتوقف على التربة الموجودة اللي هي بتبقى مطاوعة لمن يحفر. كل ما بنلاقي التربة مطاوعة بفضل الله فبنكبر المكان، بنكبر البئر. يعني في دراسات، يعني البئر ما بيتمش تنفيذه أو حفره إلا برضو من خلال دراسة علمية، ومن خلال دراسة للأرض ودراسة لطبيعة المكان والعمق اللي ممكن توصل ليه. أو طبعا، أمال إيه، وفضل من ربنا عز وجل بنختارش أي مكان. مؤسسة نبض الحياة بتختارش أي مكان، مؤسسة نبض الحياة بتختار مكان أكثر انخفاضا عشان يجمع أكبر قدر ممكن من المياه. أنا أستاذ حسن وأنا هناك بزور أهالينا الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقا أسيادي دول، فبقول له أنت لما بتشوف غيث ربنا سبحانه وتعالى هو نازل لك من السماء ومش لاقي بير تزمه أو تلم لك المية دي، بتعمل إيه؟ إحساسك بيبقى عامل إزاي؟ قال لي والله بشعر إن ابني يروح. قلت له يا الله. قال لي أيوه، المية دي هي بالنسبة لنا هي الأساس،
هي المورد الرئيس اللي احنا بنعتمد عليه في كل حاجة. الأمطار هي الأمطار هي ماء الغيث ماء الغيث غيث ربنا سبحانه وتعالى اللي بعته لهم في كل موسم بفضل الله، وهم بيجمعوا المية دي وبيعتمدوا عليها في شربهم وكمان في طعامهم وكمان في إبلهم، الإبل بتاعتهم اللي هم بيعتمدوا عليها في مصدر رزق بالنسبة لهم، ويربي شوية أغنام، يربي شوية ماعز، يربي شوية دجاج، يربي شوية حمام بفضل الله عز وجل. كل ده إيه؟ تروي الأرض، تلوى الأرض وتلاقي الشعير طالع، وتلاقي الزراعات الخاصة بالمكان، التين، البطيخ، والزيتون. تمام، الزيتون بسم الله ما شاء الله، وزراعات كتيرة جدا جدا جدا. لقيت أهالينا دول معتمدين بفضل الله عز وجل على البير التجميعية لمياه الأمطار. فأنا بقول لكل السادة المشاهدين بفضل ربنا عز وجل لسه الطريق مفتوح، ولسه في أماكن أولى بالرعاية وأكثر استحقاقا، زي ما بلغني الدكتور عبد العزيز محمد رضا المدير التنفيذي لمؤسسة نبض الحياة، لسه في أماكن مدققة وأماكن أكثر استحقاقا، وخريطة عمل موجودة مع مؤسسة نبض الحياة بأماكن محتاجة دعم السادة المشاهدين إن احنا نوصل لها يا أستاذ حسن. ودايما الخطوة الأولى بكون من عند حضرتك. وزي ما هذه الأبار بتجمع ماء الغيث، الغيث اللي هو بيغيث الملهوف، فهذا العمل أيضا حفر الأبار هو إغاثة للملهوف. خلينا نروح لتقرير عن المساجد ومبادرة، مبادرة المساجد مؤسسة نبض الحياة مبادرة لها أهمية كبيرة جدا جدا، وتوليها المؤسسة هذه الرعاية الكبيرة. هنروح للتقرير ونرجع لحضراتكم. مؤسسة نبض الحياة كعادتها بتتابع أعمال بناء المساجد اللي بتقوم بتنفيذها، وعشان كده كانت زيارتها لقرية فدان الفئي بمركز سيدي سالم بكفر الشيخ لمتابعة أعمال بناء مسجد القرية. يقول صلى الله عليه وسلم: المسجد بيت كل تقي، ويقول: من اعتاد منكم المسجد فاشهدوا له بالإيمان. عمروا بيوت الله لأهل التقوى وأهل الإيمان، تأخذوا أمثال أجورهم. كل خطوة نبض الحياة بتخطوها بيكون داخلها فرحة، وداخل كل فرحة حضرتك بتكون سبب فيها. ربنا سبحانه وتعالى بيجعلك سبب في إدخال هذه الفرحة على أهلنا هنا. زي ما حضراتكم شايفين الأعمدة قامت وكلها منتظرة ثبت السقف علشان خاطر ربنا سبحانه وتعالى أمل أنه يظلنا في ظله يوم لا ظل إلا ظله، لأن أنت ساهمت في ظل ناس وحمايتهم من المطر وحمايتهم من الشمس في بيت الله سبحانه وتعالى. مش مجرد أن احنا ندخل نصلي في مكان مفروش وخلاص، لا، نحن بنهيئ مكان الناس هتقيم فيه شعائر الله سبحانه وتعالى. ولسه مشوار بناء مسجد قرية فدان الفئي مستمر عشان يتم أعمال المباني والعزل. وجينا النهاردة علشان خاطر نرفع الأعمدة في مسجد النور، والفرحة تدور وتنشر في كل بيت السعادة والسرور. كل ده ما كانش ممكن يحصل إلا بصدقات حضراتكم معانا. دمتم متصدقين ولسه المشوار كبير. ياللي انت عاوز خير من ربنا سبحانه وتعالى، الفرصة لسه قدامك، ما تتأخرش. بمشاركتك هنقدر نوفي بوعدنا في بناء المسجد الوحيد في قرية فدان الفئي، وندخل السرور على الأهالي. مع مؤسسة نبض الحياة هنحقق ثواب بناء بيت من بيوت الله. أهلا بحضراتكم. يعني المساهمة والمسارعة بقى في بناء المساجد، هل من موجبات العتق من النار ما دمنا نتحدث في هذه الأيام المباركة الميمونة التي فيها من النفحات ما يجب أن نتعرض لها؟ طبعا رب العالمين سبحانه وتعالى يقول: بيوتي في الأرض المساجد. ومش بس كده أنها عتق من النار بس، لا، ده بشرى من حبيبنا صلى الله عليه وسلم: إنك من المبشرين بالجنة. سيدنا اللي قال كده: من بنى لله مسجدا ولو كمفحص قطاه بنى الله له بيتا في الجنة. وأنت تبني على قدرك، والله سبحانه وتعالى يبني على قدره. مبادرة جميلة جدا من مؤسسة نبض الحياة، حملة إعمار بيوت الله عز وجل. والحمد لله رب العالمين، عقب افتتاح مسجد البريجات في مركز كوم حمادة في محافظة البحيرة بفضل من ربنا، الحمد لله ربنا بيراضينا ببيوته علشان خاطر نوصل لأهالينا الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقا. فربنا أرضانا بمسجد فدان الفقه اللي هو مسجد النور، ورب العالمين سبحانه وتعالى يعني بعث السعادة والسرور في أهالينا اللي موجودين هناك في مسجد فدان الفقي، قرية فدان الفقي في مركز سيدي سالم في محافظة كفر الشيخ.
المسجد ده له طبيعة غريبة جدا، سبحان الله، العمل فيه قائم على قدم وساق. إمتى ما نخلص من مرحلة نبص نلاقي مرحلة جديدة، نخلص من مرحلة مرحلة جديدة، نخلص من مرحلة مرحلة جديدة، سبحان الله العظيم. يعني رحنا عيننا المسجد يا أستاذ حسن بعد ما جت نداءات من أهالي قرية فدان الفيق، وعلى فكرة بذكر السادة المشاهدين أن هذا هو المسجد الفرد، ده المسجد الوحيد اللي موجود في المكان. وده كمان استراتيجية نبض الحياة، أني بتستهدف المسجد الوحيد اللي في المكان أو المسجد اللي محتاجه المكان بشكل ملح. أيوة فنلاقي عندنا برضو زي مسجد الرحمن ومسجد عزبة عبد الكريم التابعة لقرية الحجيرات في مركز قنا في محافظة قنا، برضو هو المسجد الوحيد في المكان، وبفضل من ربنا عز وجل مؤسسة نبض الحياة شغالة في المسجدين يا أستاذ حسن. يعني اللي عاوز بفضل الله، اللي محتاج انه يجعل صدقته صدقة جارية، لان في بعض المتصدقين يقولك انا عاوز صدقتي تكون في الاساسات فانا عاوزها في السقف. طب ما خلاص الحمد لله، يعني في ناس بتحدد الاتجاه او أنا المكان عاوز انا عاوز صدقتي تبقى في ايه. ففي واحد لقيته نصح جدا يقولك انا عاوزه في الطوب، واحد تاني يقولك لا انا عاوز الصدقة بتاعتي تكون في الرمل. بقول له طب ليه؟ يقول لي بكل رملة حسنة والله يضاعفه لمن يشاء والله واسع عليم. واحد يقولك انا عاوز صدقتي تكون في الاسمنت عشان تجمع الطوب ويبقى هو ده الملاط اللي هو يشوفه في الجنة بفضل الله عز وجل. بقول أنا بعمل هنا عشان أشوفه عند رب العالمين سبحانه وتعالى. ففي بعض الناس مرتبطة بالأساسات، فبرضو متصدقة جميلة جدا تقول لك أنا عاوزة إيه؟ القواعد والسملات والشدادات والأعمدة. واحدة تانية أو متصدقة تانية تقول لك أنا عاوزة يعني عاوزة الصدقة بتاعتي ربنا سبحانه وتعالى يوفقني إليها أن أنا أجعلها في سقف المسجد. طب ليه؟ تقول لك عشان أظل الناس، عشان رب العالمين سبحانه وتعالى يظلني في ظله، يوم لا ظل إلا ظله. على فكرة يا أستاذ حسن، ظل ربنا سبحانه وتعالى في لحظة تتنقل إلى ظل عرش الرحمن. وفي ناس بتحب الجامع كله طبعا، تعمل الجامع كله طبعا. لا وفي لا ناس لا بتسيب دول ناس تانية بقى، بتسيب الصدقة بتاعتها أو التبرع بتاعها يسري في أوصال المكان طبعا، سواء كان في الأساس سواء كان القصة وما فيها أنك تبذل لله. نعم تبذل لله، لا يعني هو ده المعنى الأكبر، أنت تبذل للآخرين، ولكن أن تبذل لله وأنت وجهتك هو ربك المعنى أكبر وأشمل وأعمق. مش كده ولا إيه؟ طبعا طبعا. وبعدين ده إيه؟ ولا بيتي ولا بيت حد من هناك ولا بيت أي، لا ده بيت الله، ده بيت ربنا سبحانه وتعالى. يعني وأنت بتعمل إيه؟ أنت بتعظم بيت ربنا. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، من تقوى القلوب، حاجة عظيمة جدا وحاجة كبيرة جدا يا أستاذ حسن. فنلاقي عندنا المتصدقين اللي مرتبطين بالتأسيسات موجودة عندنا بفضل الله عز وجل في مسجد النور في قرية فدان الفقه في مركز سيدي سالم في محافظة كفر الشيخ. نلاقي عندنا برضو ناس مرتبطة بالفينش اللي هو بقى إيه بفضل الله عز وجل، تشطيبات بقى دي موجودة برضو، موجود بفضل الله عز وجل في مسجد الرحمن في عزبة عبد الكريم في قرية الحجيرات في مركز قنا في محافظة قنا. ده موجود وده موجود، وطريق قدامك. انت عرض نفسك لنفحة من نفحات ربنا سبحانه وتعالى في هذا الشهر، شوف انت صدقتك هتجعلها فين. هل هتجعلها في أبار تجميع مياه الأمطار عشان ربنا سبحانه وتعالى يهديك ويصلح بالك، ولا هتجعلها في بيت من بيوت الله عز وجل. انت مرتبط بالأساسات، مرتبط بالتشطيبات، ده موجود وبفضل الله ده موجود، وبفضل من ربنا عز وجل كمان يا أستاذ حسن ان في قايمة بالمساجد جاية اللهم لك الحمد، وموجودة خريطة عمل مدققة زي ما بلغني الأستاذ محمد رضا عبد العزيز مدير المشروعات في المؤسسة ربنا يبارك فيه يا رب. قال لي إن في إن شاء الله في مساجد جاية في الشرقية ومساجد بفضل الله عز وجل جاية في محافظات تانية، بس إحنا منتظرين من يقوم لها ويقول أنا لها إن شاء الله. أهل الخير كتير، والرهان على أهل الخير هو الرهان الرابح. خلينا نروح للفاصل اللي معانا ونرجع لحضراتكم، خليكم دايما مع بعض في الخير، وخلينا دايما في طريق الخير في أيام الخير. أهلا بحضراتكم. الخير كل الخير أن تفعل الخير في أيام يكثر فيها العطاء ويحلو فيها الحب.
خلينا نروح لتفاصيل اكتر واكتر عن عناوين مؤسسة نبض الحياة اللي هتشوفوها حضراتكم دلوقتي على الشاشة، عشان اي استفسار بخصوص مبادرات مؤسسة نبض الحياة اللي في الخير تكون واضحة بالنسبة لحضراتكم من خلال الاتصال بالعناوين او بالاماكن او بارقام التليفونات. خلينا نروح بعد كده لهذا التقرير، ودايما لما بنروح وقف النخيل الخيري بتبقى التفاصيل اكثر اتساعا باتساع ارض الحب والخير والبركة اللي في التقرير، واللي دايما بنقول عليها دايما الحب يسكن المكان والخضرة بتسكن القلوب. مؤسسة نبض الحياة نجحت في زراعة 6 مراحل في مشروع وقف النخيل الخيري بسهل قروين بالفرفرة، وهتبدأ في 27 و 28 إبريل القادم زراعة المرحلة 7 من وقف النخيل عشان يستمر باب الخير والعطاء. دعوة للمساهمة والمشاركة في المرحلة 7 في مشروع وقف النخيل الخيري مع مؤسسة نبض الحياة. كل إنسان تصدق مع مؤسسة نبض الحياة في المرحلة الأولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة، بقول لحضرتك لسه في امتداد للخير. زي ما عودنا حضراتكم قبل زراعة أي مرحلة لازم نجيب نفسنا على أرض الواقع. موجودين النهاردة بنشاهد وبنشارك حضراتكم في أعمال التجهيز الفعلي للأرض هنا، لأن الأرض مش بتكون من يوم وليلة بتتزرع، لا ده في تجهيزات على مدار 6 شهور كاملة. ونشوف خدمة الأرض في وضع علامات في أماكن الزراعة. 2، تجهيز شبكة ري على أعلى مستوى. كل الحاجات دي مطلوبة ولازم تتجهز قبل حضراتكم ما تشرفونا علشان خاطر نزرع الأرض دي. مؤسسة نبض الحياة قررت أن باب المساهمة يفضل متاح للمشاركة حتى آخر يوم من أيام زراعة المرحلة الجديدة. بنجدد الدعوة للمشاركة والمساهمة عشان نعمر المكان ده زي ما عمرنا كل المراحل اللي فاتت. كل واحد بينوي عمل خير ربنا سبحانه وتعالى بيوفقه. انوي انت بس وربنا سبحانه وتعالى هيبعت لك الرزق اللي تقدر بيه كل سهم ومشاركة في وقف النخيل بإذن الله تعالى. وإحنا النهاردة بفضل الله عز وجل في مرحلة استقبال الفسائل الجديدة اللي هيقوم المتصدقين من حضراتكم بزراعتها بنفسهم أو هيولوا من يزرعها لهم من مؤسسة نبض الحياة. بمساهمتك بنخلة مع مؤسسة نبض الحياة هتضمن صدقة جارية ليك في الدنيا والآخرة. لسه الباب مفتوح لحضراتكم علشان خاطر نحول الرمال الصفراء إلى جنات الخضراء. كل ده بفضل الله أولا ثم بفضل صدقاتكم مع مؤسسة نبض الحياة. على 15740 تقدر تتواصل معنا وتستفسر عن أي حاجة بخصوص وقف النخيل وإزاي يكون لك سهم ومشاركة فعالة. أهلا بحضراتكم. مهما تكلمنا عن وقف النخيل الخيري ومهما تكلمنا عن الاستعدادات، فيعني اللي بيشوف ويروح أو اللي بيروح ويشوف بيشوف الجمال باتساعه والمكان باستثنائه. يعني فكرة الاستثناء، وانت بتقول وقف النخيل الخيري ده شيء غير عادي وغير اعتيادي. ايوه، وجماله في اللي جاي منه بعد كده كمان. بفضل من ربنا عز وجل كان لازم مشروع وقف النخيل الخيري ده مؤسسة نبض الحياة تطلقه. انا شايف الجمال ده فعلا كان من الاسباب الهامة جدا لدعم المؤسسة. ليه يا استاذ حسن؟ لان يعني السادة المتصدقين موسميين في الصدقات، وده مش وحش. يعني تلاقي في شهر رمضان ربنا سبحانه وتعالى يكثر فيه الخير، وتلاقي الجيدين كتير جدا جدا جدا، والجوادين الله أكبر بسم الله ما شاء الله. تلاقي في العشر الأوائل من ذو الحجة، تلاقي في محرم، تلاقي في شهر ربيع يعني انتسابة لسيدنا النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، تلاقي في شهر رجب بنشوف حاجات جميلة جدا جدا جدا، بس هم موسميين. طب مؤسسة نبض الحياة بتبقى وعدت ناس انها خلاص تعمل لها وصلات مية، انها تعمل لها ابار تجميعية لمياه الامطار، انها تسقف لها بيت، ان احنا بفضل الله عز وجل نساعد في تجهيز بنت جميلة لفرحها الرائع اللي هي منتظرة وعاوزة الاجهزة بتاعتها علشان خاطر تدخل في عزة وفي كرامة وفي سرور وفي فرح بين قرينتها، بين بنت عمها او بنت خالها او صاحبة ليها. فكان لازم يا استاذ حسن نجبر بخاطرهم، لازم نبشرهم. طب احنا بشرناهم وجبرنا بخاطرهم، بس ما فيش مدد جه، ما فيش متصدقين كتير، طب نعمل ايه؟ فكان لازم مشروع
يضمن بفضل الله عز وجل عائد استمراري للمؤسسة. يعني استثمار تنموي. الله. وفي الخير. استثمار خيري. استثمار هو استثمار خيري. أيوة. أنا يعني شايف الاستثمار ده والتجارة رابحة مع الله عز وجل. وليه المشروع ده مشروع غير عادي؟ لأن اللي شفناه فيه من النفحات والبركات من رب الأرض والسماوات، الحاجة اللي أنت المفروض تشوفها بعد 3-4 سنين أنت بتشوفها بعد 2 أو 1.5 سنين. سبحان الله، دي دلائل وبراهين أن الله سبحانه وتعالى زرع علينا الخير وزرع فينا البركة، وأن أيادي المتصدقين اللي بتيجي معانا في كل مرحلة وتزرع بإيديها وتغرس فسيلتها بإيديها، دول الناس فعلا أخرجوا من حلال، أخرجوا من طيب مالهم، فبارك الله في هذه الأرض، أرض سهل قروين، واطلع الله في الفرح على الجديد، واطلع على نواياهم. عشان كده رب العالمين يقول إيه؟ إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم. ده ربنا بيديكم نفحات وبركات، فلاقي حد بيغرس نخلته أساساً ويدعي ربنا سبحانه وتعالى جنبها، بيتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بهذه الطاعة، والدعاء عقب الطاعة بفضل الله مستجاب. ولاقي حد جميل وفي جاي يعمل نخلة لوالده، واللي جاي يعمل نخلة لوالدته، واللي جاي لابنه، واللي جاي يعمل لبنته، وبلاقي الفلسفة الجديدة بقى يا حسن، الفلسفة الرائعة، لقيت يعني أم جميلة جاية تعمل شجرة نخيل لبنتها في عيد ميلادها، وسبحان الله يوافي عيد ميلادها المرحلة اللي كانت مؤسسة نبض الحياة بتزرع فيها، ألاقي عريس وعروس، العريس بفضل الله عز وجل اللي جاي وعمل نخلة باسم عروسته وأهدها لها وقال لها تفضلي دي هديتي ليكي. احنا يعني هم ما عملوش فرح، انا اعرفهم الاثنين ما عملوش فرح يا استاذ حسن، ولكن قال لها دي هديتي ليكي بفضل الله عز وجل، تجمعنا في الدنيا على البركه وتجمعنا في الاخره عند الله عز وجل في جنته ان شاء الله. منتظرين المتصدر المتصدقين يوم 27 و 28 ابريل 2024. يعني اتقوا النار ولو بشق تمره. نعم. فما بالك اذا زرعت نخله. ايوه. او زرعت نخلا والنخل ده هيطرح تمر كتير، وقد ايه هذا التمر رايح للخير. أيوة. ده مش بشق تمر، يعني شق تمر يعني نص تمر. يعني احيانا بنبقى محتاجين نقف امام المعنى الحقيقي للكلمة، او نقف عند معنى الكلمة، احيانا يعني نقرأ بعض الكلمات ويعني لمحض ان احنا هناخد ثواب اننا قرأنا هذه الآية او قرأنا ذلك الحديث. هذا اتقوا النار ولو بشق تمر حديث شريف، أو كما قال صدق سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني لما نتأمل المعنى ونتصوره حقيقة، يعني تصور الشيء، يعني الحكم لا شيء فرع عن تصوره، أول ما تتصور بتحكم، بتمشي، بتخطو خطوات، ولكن هذه المعاني المهمة جدا حينما نوقنها وحينما ندركها نسير بخطى ثابتة في طريق الخير. بشكرك شكرا جزيلا. جزاك الله ستر بعد جميل ما خلق. بشكرك شكرا جزيلا ودائما طيب. ودائما في طريق الخير نلتقي، ومؤسسة نبض الحياة يستمر الحب والخير، لأن قلوبكم دايما السليمة بتدلكم على الخير اللي احنا مع بعض ماشيين فيه. إلى اللقاء. بنعبدك ونصوم ونصلي يا رب يا منعم يا كريم، وطمعنين في رضاك وبندعي تكون علينا القلب سليم، محب للخير صافي وراضي من الخطايا معافى سليم، في العسر بيزيد صبر ويشكر وفي يسر ليك بيزيد تسليم. انشغلنا يوم عن ذكرى، بالعيم علينا بنعمة عالية.